السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم رضينا، والنهاردة ان شاء الله هنعمل الفشار بالكراميل. انا اللي هعمله لكم النهاردة لوحدي، ماما مش هتساعدني فيه خالص. وزي ما قلت لكم ان احنا لما بنعمل حاجة اول مرة نعمل في كمية صغيرة، فانا النهاردة هجرب لكم بقى اعمل معاكم كده الفشار بالكراميل، وان شاء الله يطلع حلو. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب، وتدوس على زر الجرس عشان يوصلكم لنا كل جديد، واكتبوا لنا تحت في الكومنت عايزين نعمل لكم جهاز ايه تاني. ويلا بينا نشوف المكونات. دلوقتي بقى للمكونات معانا. بالنسبة للفشار معانا تقريبا 6 معالق من دول الفشار، ومعانا طبعا زيت، وهنحط عليه رشة ملح واحنا بنعمله. وبالنسبة للكراميل معانا 1 كوباية من السكر، 1/4 كوباية من المية، وهناخد 1/2 معلقة صغيرة من بيكنج باودر، ومعانا 1 معلقة زبدة كبيرة. دلوقتي بقى يلا بينا نبدأ نعمل الفشار بالكراميل. بس الأول أنا عايزة أقول لكم إن أنا هنا جبت صينية وحطيت عليها ورق زبدة، وهندهنها دلوقتي بالزيت. دلوقتي بقى يلا بينا نبدأ نعمل الفشار بالكراميل. دلوقتي بقى انا جبت حلة وهحطها على النار، هنبدأ نحط فيها الزيت علشان نعمل الفشار. وحط دور الفشار دول زي ما قلت لكم حوالي 6 معالق، وهنحط عليه رشة من الملح، دلوقتي بقى هبدأ اقلبه لحد ما احس ان الفشار سخن وان هو خلاص هيبدأ يفشر. هغطي عليه وكل شوية هحركه بقى بالحلة علشان ما يتحرق. بصوا بقى لون الفشار بدأ ان هو يفتح وهيبدأ يفشر، هسيبه بقى واغطي عليه علشان يفشر. بصوا بقى سامعين صوت الفشار اهو بيفشر، هحركه بقى علشان زي ما قلت لكم ما يتحرقش. بصوا بقى كده انا هبدأ اطفي على الفشار. بصوا بقى مفيش حاجة محروقة خالص علشان انا حركته على طول. دلوقتي بقى هنفضي الفشار هنحطه في بولة، وبعدين نعمل صوص الكراميل. دلوقتي بقى انا جبت حلة وحطيت فيها 1/4 من السكر وهحطها على النار، هحط عليها 1/4 كوباية من المية، ومش هقلبهم، هسيبهم لحد ما السكر يدوب خالص، بعدين هقلبهم علشان السكر ما يعملش تكتلات، وبرده ما سيبهوش مدة طويلة علشان ما تفاجئش ان هو اغمق بسرعه وهيكون طعمه في الاخر مش حلو. دلوقتي بقى انا هسيبه لحد ما السكر يدوب وارجع تاني عشان نقلبه مع بعض. بصوا بقى كده انا قلبته لحد ما وصل للون ده، هبدا بقى احط له 1/2 معلقة من البيكنج باودر، ما كترش عليها اكتر من كده علشان يكون في الاخر طعمه حلو مع الفشار. وهحط عليه كمان 1 معلقة كبيرة من الزبده. الزبده بقى بتخلي طعمه غني وحلو، لكن لو يعني مش موجوده ممكن نستغنى عنها عادي. دلوقتي بقى هنبدا نضيف الفشار. انا بقلب الفشار مع صوص الكراميل واحنا على النار، بس موطيين النار علشان لو خليناه قلبناه بره هيكون متماسك في بعضه ومش هنعرف نقلبه كويس. هقلب بقى الفشار واغلفه كويس جدا بصوص الكراميل وارجع لكم تاني. بصوا بقى دلوقتي كده انا خلاص غلفت الفشار بصوص الكراميل كله، ودهنت طبعا ورق الزبده بالزيت وبعدين فردته عليه، وهسيبه بقى لحد ما ينشف خالص وبعدين اوريكم شكله في الاخر هيكون عامل ازاي. بصوا بقى دلوقتي انا سبت الفشار لحد ما برد خالص، هكسره بقى. شايفين بقى قد ايه مقرمش وجميل ولونه كمان تحفه جدا. ده علشان انا ما سبتش الكراميل كتير على النار فطالع في الاخر لونه حلو وطعمه كمان تحفه جدا. ده يعني للناس اللي بتحب الحاجات المسكره اكتر، لان طبعا صوص الكراميل مسكر. هكسره بقى كله واوريكم شكله في الاخر هيبقى عامل ازاي.
وده بقى شكل الفشار بالكراميل بعد ما خلاص كسرته كله. شكله تحفه جدا وطعمه كمان جميل. بصوا بقى قد ايه مقرمش. سامعين صوت القرمشة؟ والله طعمه تحفه جدا وشكله كمان جميل قوي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب وتدوسوا على زر الجرس يوصلكم لنا كل جديد. واكتبوا لنا تحت في الكومنتس عايزيننا نعمل لكم فيديوهات ايه تاني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.